يا صباح الخير ويا صباح النور، معكم إيمان في بودكاست إيجابية، لقاء أسبوعي كنتقاسمو فيه تجارب الحياة وكنحفزو بعضياتنا. صوت خافت لكنه قوي كيهمس لي كل موقف تقدم المرايا. انتي ما زويناش، انتي كبرتي، المظهر ديالك ما بقاش زوين، انتي ما بقيتيش زوينه، ولا انتي ما زويناش اصلا، انتي ما كتعرفيش تقادي حالتك، الجسم ديالك ماشي متناسق، انتي كلك عيوب، انتي كلك نواقص. صوت خفي كينخرف الذات ديالك وكيخوفها، كيقول لك انت ما غاديش يقبلوك في هاد الخدمه، انت الا هضرتي مع هاد البنت غادي تصدك، شكون انت حتى تقبل بيك، انت فاشل، انت يخليك اللور، ما تحطي يديك حتى شي حاجه، لحقاش كل ما كتحطي يديك في شي حاجه غير الله يحفظ. هذا الصوت هو السبب في كثير من المشاعر ديال الفشل، مشاعر ديال الانهزام، ديال الشعور بالحقره، بالدنيا، بالقلق، بالذنب، وشي مرات حتى بالاكتئاب. هاد الصوت كيأثر علينا، كيأثر على الصحة ديالنا، على نعاسنا، على نفسيتنا، على شكلنا. هاد الصوت كيأثر على أي خطوة بغينا نديروها في حياتنا. هاد الصوت هو الجلاد، هو سبب الأفكار السلبية، هاد الصوت هو الناقد الذاتي الداخلي. الصوت الداخلي راه ديما موجود معانا، لكن ماشي مهم، راه ماشي مهم نسكتوه. لحقاش كنت حطيت واحد البوست وكاين اللي كيقول لك انا كنسكته، وكاين اللي كيقول لك لا ما خصناش نسكتوه، وكاين اللي كيقول لك خصني نسمع له. فعلا الصوت الداخلي ديما كاين، ما خصناش نسكتوه، ولكن قد ما هو مهم اننا ما نسكتوهش، قد ما هو مهم اننا نعرفوا كيفاش نوجهوه. بلوتو الا كان صوتي الداخلي تيقول لي ايمان راه ما غاديش تنجحي، راه انت ما غتفريش، انا خصني نقول له لا انا غادي ننجح، بالزمن كان ناجحه. الا قال لي ما تغامريش، خليك في هذيك المنطقه ديال الراحه، ما علاش انت باغا مثلا تطوري من راسك ولا تقادي لا سيتوياسيون ديالك، ولا خليك غير هنا بارك عليك، ماكم باغين تطيروا مثلا ولا مالكم، كيقولها لك، ما كيخليكش هذاك الصوت انك تزيد واحد واخا هي خطوه للقدام. خاصني نحاول نخليه يثيق في القدرات ديالي، نحاول هذاك الصوت نوجهه بدل ما يهرسني، نخليه بالعكس يقول لي جربي ما خسر حتى شي حاجه، او لي يقول لي شتي الاحتمال ديال النجاح ديالك راه كبير، غير توكلي على الله. نخليه بدل ما يكون جلاد يولي داعم ومشجع ليا، ما يحبطنيش، بالعكس نخلي هذاك الصوت يساعدني، نخلي الصوت الداخلي ديالي يساندني. سؤال، علاش كاين الناس ديما الصوت الداخلي ديالهم كيشجعهم، وعلاش كاين الناس ديما الصوت الداخلي ديالهم كيهرسهم كيحبطهم؟ اكثر حاجه كتعطي عضلات الجلاد هي المقارنه والنقد، واخا تكون بحسن نيه، والدينا مثلا بحسن نيه زعما بغرض التحفيز كيبقاو يديروا شي مقارنات صعيبه، وكيكون الواقعه ديالهم علينا حنا كاطفال صعيب بزاف، هما رغي باش يديروا فينا النفس. مثلا كيقولوا لك شوف ولد خالتك جا هو الاول، علاش ما تكونش انت احسن منه، شوفي بنت عمتك ما عندهمش، ما فحالهمش وقرات وخدمات، وانت اللي موفرين لك كل شيء، ما طفرتيش، انت فاشله، شوفي الناس فين وصلوا وانت فين بقيتي. اولا كيقول لك مثلا الاب ديالك انا فاش كنت قدك كنت كل شيء كنديرو، وكنت ما كناخدش الفلوس من عند والديا، وكان اعتمد على راسي، وها انا فين وصلت، انت كل شيء كنديروه لك، او انت كل شيء كنديرو لك والو، حتى حاجه ما درتيها.
اولا كتقول لك ماما انا كنت كنشقى وكندير وكنت كنجي انا الاولى في القرايه، انت ما كديري والو وتا القرايه ما مطفرهاش فيها. هاد النقد والمقارنه تبرمجوك، كتولي واحد الانسان مبرمج، كيديروا لك واحد البروغراماسيون للدماغ ديالك. هذيك الهضره بكثره ما كتبقى تسمعها وتسمعها وتسمعها صافي كتولي مقتنع بها. كاين حاجه اخرى اللي هي البيئه اللي ما كتكون صحيه، مثلا مثلا انت كتعيشي مع واحد الزوج اللي ما تيقدركش، ما تينقص منك، ما تيشوفش القدرات ديالك، حتى كاع نفترض ولا درتي شي حاجه مزيانه ولا نجحتي تيحبطك، ما تيب اما هو ما تيبغيكش تكوني تباني حسن منه، او لا هو هكذاك داير هكذاك ما حاش بالقيمه ديالك او لا بقيمه ديال داكشي اللي تتقدميه. دونك كتولي عايشه في واحد البيئه اللي هي واحد البيئه اللي هي محبطه، وهاد البيئه كتخليك انتي واخا انتي حققتي نجاحات كتبقاي تكبحي راسك، كتقول لا لا ما درت والو، هادشي ماشي شي حاجه، لا هادشي ما والو. وما نساوش حتى الاساءات، دوك اللي كيكونوا دايرين بك وكيقولوا لك عمرك ما غتفريه، انت مسخوط، انت كتافك باردين ما باغيش تخدم، واخا تكون كتمشي وكتدفع السيفيات وهذا، لا لا انت كتافك باردين وشوف قرانك فين وصلوا. دونك هاد اللي ذكرت كاملين كيكونوا سبب في ديك البرمجه، ان الصوت الداخلي ديالك ما كيكونش كيهضر معاك مزيان، على عكس الناس اللي كبروا في واحد البيئه، او مثلا الاباء اللي كيكونوا. وهذه نداء مني اننا لوليداتنا نحاولوا نقويوا الشخصيه ديالهم، ما نحبطوهمش، انهم مثلا ملي تيبداو يعبروا لينا على ان عندهم مواهب نحاولوا ننميوها لهم، ما نحبطوهمش، ماشي غادي نصروهم او لا غنفشوهم، ولكن نخليوا الشخصيه ديالهم تقوى، ما نخلقوش واحد الجيل هش او لا شخصيته ضعيفة او لا عنده عقد او لا على الاقل عنده اصوات للداخل كتاكل فيه. هذه اصوات كما قلت لك تبرمجتي عليها، هاد الاصوات اللي تبرمجتي عليها كتكون من المحيط الخارجي، سمعتيها وسمعتيها وسمعتيها، فولات بحال واحد تقييم ليك. دونك خصنا نتخلصوا من هاد البرمجة. الصوت الداخلي اللي تيكون عندنا راه ماشي بالضروره هو تقييم كنستحقوه، يقدر يكون فقط ردة فعل على شي تجربه مثلا كنمروا بها، مثلا درتي واحد تجربه مريتي بها وفشلتي، صافي راه ماشي انت فاشل، انت فشلتي في واحد التجربه، يعني فشلتي في هذيك اللحظه، ولكن هذا لا يعني انك انت كشخص ماشي صفه كتعني انك راك فاشل، لا. دونك هاد الصوت الداخلي نسمعوه بحال الصوت ديال الراديو، نعتبره بحال الصوت ديال الراديو، الهدف ديالو ينقل لنا الاحداث، ينقل لنا اراء، ولكن احنا الدور ديالنا كيبقى واش نتيقو دوك الاراء ولا لا، واش نتيقوها ولا ما نتيقوهاش، كنبقاو حنا ودماغنا. مثلا انت فاشل، انت خايب، انتي ما زويناش، انتي كبرتي، انتي ما كتعرفيش تهضري. هاد الكلمات، هاد الصوت الداخلي اللي برمجوك عليه من صغرك، راه مني كنتي صغير، ما انت دابا راك تبارك الله كبير، عاقل، قوي، وقاد وقادر انك تخلص من هاد البرمجة. حاول تخلص منها، وما عمرك ما تقارن راسك مع شي واحد اخر، لان المقارنه راه فيها واحد الظلم كبير للذات، ما تبقاش تقارن راسك مع الناس، كل واحد وظروفه، كل واحد وشنو بين ليك، راه كاين اللي كتمشي تشوف غير فصل من فصول السنه اللي كيمر منها، ملي كتشوفه مثلا راه حقق هادي وناجح وعنده، راك شفتي غير واحد الجزء من حياته، ما شفتيش حياته كلها، ما عارفش شنو عنده وشنو ما عندوش، شنو خاصه، شنو هي نفسيته كي دايره، واش مرتاح واش ما مرتاحش. دونك ما بقاوش نحكموا على الناس من حاجه وحده شفناها، من فصل من فصول الحياه ديالو، لا، خصنا نعرفوا كل شيء عاد نقدروا نحكموا، واخا نعرفوا كل شيء ما خصناش نقارنوا. شحال زوين تكون انسان كيتقبل ذاته
وما تيقلبش على المثاليه، تيتقبل الهفوات ديالو، تيتقبل الاخطاء ديالو. ورا الاخطاء ديالنا خصنا نعتبروها دروس كنتعلموا منها، اللي حنا بشر، حنا ناس، والبشر راه خطائين. دونك ما نبداوش نقلبوا على شي حاجه اللي ما كايناش. كلشي الناس كيغلطوا، وكلشي الناس كيعاودوا يغلطوا، غير الفرق بين الناس وناس. كاينين اللي كيبقاو يعاودوا نفس الاخطاء، وكاينين الناس اللي كيتعلموا من دوك الاخطاء، وكاينين الناس اللي هذوك الاخطاء كيكونوا هما السر في النجاح ديالهم. وحاجه اخرى، ما تقلبوش يقبلوكم الاخرين، يعني ما نقلبش انني نعجب الناس الاخرين اولا يقبلوا بيا اولا يشكروني. اسيدي قبل غير راسك، سعى ان شخص واحد يقبلك هو انت. الا قبلتي ذاتك، قبلتي راسك، كل شيء غيقبلك، كل شيء غادي يتقبلك، كل شيء غادي يحترمك. اما الا رفضتي انت راسك، راه واخا يقبلوك الناس، ما عندك ما دير بهذا الشيء. دونك هنا كيبقى السؤال الاخير، كيفاش نتعامل مع هذاك الناقد الداخلي، اولا مع الصوت الداخلي، اولا مع الجلاد؟ هنا كاين واحد لا تكنيك غادي نستعملوها بسيطه، وكم سا باش نحاولوا اننا نزيدوا الثقه في النفس، نزيدوا شويه الثقه ديالنا في راسنا. هذاك الصوت، اولا خصنا نسمعوا لهذاك الصوت الداخلي، لانه ماشي ديما تيكون غلط. شي مرات النقد ديالو راه يقدر يكون في بلاصته، ونقدروا اننا نحتاطوا ملي كنبداو نسمعوا له، نقدروا اننا ناخذوا الاحتياطات ديالنا. دونك اول حاجه نسمعوا لهذا الصوت ونعرفوا اشنو تيقول. ثاني حاجه، ملي كيبدا الجلاد خدام بالافكار السلبيه، حيت هو كيجيب لينا غير الحاجه اللي ما زويناش، هذوك الاحكام اللي كيعطينا نحاولوا نكتبوهم، نديروا ورقه وستيلو على وعدنا وزعدنا، ونجلسوا نكتبوهم، ونكتبوا حدا كل حكم الادله اللي كتدعم الاعتقاد الايجابي ديالنا. مثلا يعني باش تكون واحد المقاومه لهاد الافكار السلبيه. مثلا انا فاشل، غنكتب انت فاشل، انت ما في يدكش. غنكتب انا ماشي فاشل، انا نجحت في البكالوريا بميزه حسن، انا كملت الجامعه، انا خدمت، ولو ان العمل ديالي ماشي داك العمل اللي كنت كنطمح به، ولكني مازال كنقلب وغادي نلقى ما احسن، وفي نفس الوقت انا مازال كندرس اولا كندير تكوينات اولا باش ندير داك المجال مثلا اللي بغيت انا نتميز فيه. هذا غير على سبيل المثال العمل، اللي راه كاينين بزاف ديال المجالات اخرى. وكتبقى كاع دوك الاحكام السلبيه كتحطها، وكتحط واحد الدليل اللي كيفند داك الحكم، بحال كتضرب مع راسك، كتحاول تقنع راسك لا هذاك الشيء اللي كتقول راه ماشي صحيح، هذاك الشيء كتقول غلط. وهكذا كتبقى مع هذوك الاحكام كامل، اي فكره سلبيه كتعامل معها بنفس الطريقه وكتحطها. وثالث حاجه، تامل النعم. راه الله سبحانه وتعالى، بعدا حنا غير الخلق ديالنا راه نعمه، غير اننا كنهضروا كنفكروا هذا راه اكبر نعمه. نحمد الله على نعمه البصر اللي كيشوف، ونحمد نعمه الله على الاولاد اللي عنده وليدات، ونحمد الله على نعمه المال اللي عنده المال، ونحمد اي نعمه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى نحمد الله عليها. وانا ديما تنقول حيت كاين واحد الافه ديال التعود على النعم، ملي كتبقى واحد النعمه كنتعودوا عليها بحال ما كنبقاوش حاسين بها. مره نضربوا واحد الضريبه في المستشفيات، ونشوفوا دوك الناس اللي مثلا صغار وعندهم امراض صعيبه وخانتهم الصحه، ولا يعني نمشيو نشوفوا مثلا دار العجزه، البلايص اللي فيها الاطفال المتخلى عنهم، وهنا كتبدا كتستشعر النعم اللي عندك، وكتحمد عليها الله. وفحال كما كنقولوا كنبداو نتكمشوا، وطبعا بعدهم المقارنات، سورتو المقارنات اللي كديروا مع الناس اللي في السوشيال ميديا. راه هذوك صور ملي كتشوف مثلا وحده لابسه كل نهار لابسه لك لبسه بلي زاكسيسوار طالعه ب 20 30 مليون،
هادوك راه تصاور وهاديك راه خدمتها، دونك حاولوا ما امكن ما تدخلوش في هاد المقارنات هاد الشيء. وماشي ودائما شوف الامور الماديه مهمه لكن ماشي هي الاهم. والمقارنات بعدو منا كما قلت لكم راه كتشوفوا غير فصل من فصول حياه ديال هاد الناس هادو. الخطوه الرابعه كتكتبوا المواصفات ديال القوه ديالكم. مثلا انا لابق بشهاده الجميع، انا دزت من ازمات، انا قوي، انا دزت من ازمات كتهد الجبال وواجهتها. بقى ديما تخاطب راسك بهاد الخصائل الايجابيه اللي كاينين فيك. ديما مواصفات ديال القوه اللي عندك بقى تخاطب بهم راسك دائما دائما دائما. هنا كتدخل في واحد الحوار داخلي، ودائما هذا الحوار كيسكت لنا الناقد الداخلي، او لم اكثر من الاسكات فهو كيوجهه، بدل ما كيكون واحد الجلاد كيولي داعم ليك. واخيرا ما تنساش تقبل راسك كما انت، قبل راسك وبغي راسك، لان راه الا ما بغيتيش راسك راه ما عمرك ما غتحقق شي حاجه. ما دمتي انت ما مقتنعش براسك وما باغيش راسك، فكيفاش غادي تهلا في راسك؟ واش فهمتوني؟ دونك حاول ما امكن نتقبلوا راسنا، نبغيو راسنا، ونقويو ايماننا، ونبعدوا من الناس اللي كيكونوا توكسيك. لان الوجود ديال العلاقات السامه في حياتنا راه اكبر نقمه عندنا في الحياه. قد ما قدرتوا هادوك الناس توكسيك تخلصوا منهم، واللي ما عندكم عليهم العين وما يمكن لكمش تخلصوا منهم تفادوهم، او لا حاولوا تحدوا العلاقات معاهم، او لا شوفوا شي طريقه. المهم حسب علاقتكم مع ذاك الشخص وحسب درجه القرب منه حاولوا ما امكن تلقاو واحد طريقه او لا واحد الحل باش ما يبقاوش يسموا لكم حياتكم. ما تهضروش الطاقه ديالكم في العلاقات السامه. بودكاست ديالنا اليوم سالة، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا به، والى اللقاء في بودكاست جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.